ما بعرف صراحة شو يلي كان عميلي على قلبي هيك. انت بتعرف، بس قلبك كان ورح يضل مع أمل. ما رح خبي عليك، أمل بعد لهلأ إلا شقفة كتير كبيرة من قلبي. بس انت حطي حالك محلي، شو كنت عملتي؟ ما بتزعل مني؟ لا قولي. بتركها. حلو، ويارا شو بعمل فيها؟ هلا ما تكون مصدق لي حالك انك بيع عن جد، يعني مش بالضرورة انه اكون انا مخلفها كرمال تكون معلق فيها هالقد. فيرا. نعم. ما بدي اياكي تزعلي مني، بعرف انه انا ولا مرة كنت احكيك بطريقة منيحة، ولا مرة كنت رومانسي معك، بس انت ليش ولا مرة انتفضتي لكرامتك؟ طارق انا بحبك. هي لو كانت بتحبك ما بتتصرف هيك، انت فكر فيها بينك وبين حالك. ميرسي على كل شيء. بقدر اسالك سؤال بس بتجاوبني بصراحة؟ لو امل بترجع لك انت بترجع لها؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.